يعني هو عم بيدير شركة ولا عم بيدير ديوك سباق؟ إذا قاعد عم يغني ويرقص مع الديك معناتها هو قديش ظريف مع موظفينه. صح طبعاً هو هيك، بعتقد إنه هو شوي غريب. إيه هو غريب شوي، بس ما بعرف، عندي إحساس كتير قوي إنه هذا الشاب رح يغير قدرنا كتير ويخليه أحسن من هيك فاتح. هو حب الفكرة تبعنا. بقى خلونا نشوف شو رح يكون رأيه بكرة. تيجو تطمني كل شي رح يكون منيح، خلينا ننطر بكرة ونشوف شو رح يصير. وكل هالشي عم بيصير بهذا الموسم، شو في أحسن من هيك وقت يعني؟ مثل هاليوم إجا مستثمر منيح للأكاديمية، رح ترجع مثل أول وأحسن، وكل المشاكل رح تنحل ونرجع مثل أول. وكل هالشي عم بيصير بفضل تيجو كنتنا. كيفكن؟ منيح إني لقيتكم مجتمعين هون كلكم. ياسمين تعالي، بدي أقلك أخبار حلوة عن الأكاديمية. تعالي فاتح، بتقلي هاي الأخبار الحلوة بعدين. أول شي حابة إني قلكن شي كتير مهم كلياتكن. بعرف إنه ما أنكم مهتمين كتير بالشي اللي رح أقوله، بس هالشي مهم كتير بالنسبة لإلي ولفاتح، لهيك لازم خبركن بهالشي. بما أنه زواج تيجو فاتح خلاص خلال كم يوم من هلأ رح ينتهي ورح يتطلقوا بشكل رسمي، قلت لحالي ليش بدي أجل؟ أنا بلشت جهز كرمال خطبتنا أنا وفاتح. شو شبكن؟ اشتريت أغراض من السوق لإلكن كمان. أنا بعرف إنكن هلأ مشغولين كتير بشغل الأكاديمية وما عندكن وقت، مشان هيك أنا نزلت وجبتلكن الأغراض معي. ياسمين، نحن ما حكينا بهذا الموضوع لسه. فاتح، ما ضل في شي نحكي فيه كمان، الكل بيعرف عن هذا الموضوع، لازم حدا يبلش بالخطوة هي، لهيك أنا بلشت. تيجو يلا انتي قليلن، قديش بدها وقت لتخلص هاي الامور؟ يلا قولي لفاتح. لسه ما خلص. ايه وشو يعني فاتح؟ رح يخلص، ما رح يطول، اذا كترت يومين ثلاثة بالكتير. انا ما عاد فيني انتظر اكتر. انتي فيكي تحلمي باللي بدك اياه وتساوي اللي بدك اياه، بس هاي الخطبة ما رح تصير بالمرة، لانه الطلاق لهلا لسه ما صار رسمي يا ياسمين. تيجو مرته لفاتح. وإذا هاي الخطبة بدها تصير، ما حدا من هذا البيت رح يحضر. وهلأ ضبي هاي الأغراض وروحي من وشي. يلا معك حق سيد خشبير، حتى نحن كمان ما رح نحضر هاي الخطبة. كيفك سيدي؟ سيد خشبير. أهلا وسهلا، تفضل. فهميني ليش حكيتي هيك ياسمين؟ إيه فاتح، أنا مستعجلة كتير، وخليني شوف وقتها كيف هن ما رح يكونوا جزء من هاي الخطبة. جوبال؟ جوبال، طلع لبرا وشوف إذا السيد أنجاد وصل. تكرمي. ليكي، تيجو ما في داعي تخافي، هو رجل أعمال، أكيد بيكون هلأ علقان بشي شغلة، رح يجي. فاتح، بعرف هالشي هاد، أنا بس خايفة يكون غير رأيه وبطل يجي لهون. تيجو، أنا آسف، تأكدي كل شي رح يكون منيح. شو عم تعملوا انتو؟ سيد أنجاد مان؟ تيجو؟ ليش هيك مقلوبة؟ أعطيني إيدك. تعال.
يلا مو مشكلة، ايد تيجو بتكفي. تيجو لازم تعرفي هدول اللعيبة كتير أقوياء. مرحبا فاتح سينغفيرك. فيرك أنجاد مان أو ملاكم، طمني شو أخبارك سيد أنجاد؟ إيه؟ بتمنى ما تكون تعذبت لو وصلت لهون. لا ما تعذبت، كان عندي مشكلة صغيرة عادي بسيطة حليتها أول ما وصلت، بس هذا الشي بيستاهل، اللعيبة محترفين. تعبت كتير لسويت هاي الأكاديمية؟ حلو كتير حلو. انت ليش تركت الملاكمة؟ عندك تاريخ حلو فيها كان لازم تكمل. الموضوع هذا مستقبل بنجاب، كتير حلو، شباب بنجاب أقوياء كتير. معك حق سيد أنجاد، حتى أنا بفكر هيك، بس لازمون قيادة قوية. عظيم كتير اللي عم فكر فيه، عم تفكري فيه. معناتها اتفقنا، الشراكة بلشت. عن جد؟ ايه أكيد عن جد، شو ما بتوثقي بكلامي، الشراكة بلشت هلأ ماشي؟ بس أول كيف بدنا نتفق؟ اسمعي، أنا بحب بلش كل شي بحفلة. حفلة؟ حفلة، نحن منحتفل بكل المناسبات من أعياد زواج وميلاد كمان، لأنه هالشي بخلينا مبسوطين وفرحانين، صح كلامي؟ لهيك نحن لازم نحتفل، خلونا نعمل حفلة كبيرة نعلن من خلالها عن شراكتنا، شو رأيك؟ ممتاز. فيكن تعزموا رفقاتكن عيالكن أو أي حدا، أنا رح أعزم رفقاتي وبعض المستثمرين والحفلة رح تكون ببيتي، شو اتفقنا؟ تمام؟ إيه؟ هذا الشي بيعني إنه الحفلة مسؤوليتك، يعني تقديم الأكل، الزينة، الدي جي، الديكورات، وراجات هو اللي رح يساعدك، ما لازم يكون في أي شي ناقص، كل الدنيا رح تولع. ايه ايوه تيجو، في شغله، انا كتير بحب الافلام، خليها تكون ستايل بوليود، تمام؟ ايه اكيد. يلا نروح. عن جد كان معك حق، هو حدا غريب كتير. هو غريب بس كتير منيح. ألف مبروك. عنا شغل كتير، خلينا نبلش. صار لنا شوي ناطرينك، وينك طولت؟ بترجاك تستعجل وينك؟ شوي ناطرينك. تيجو ليك انت تعال لهون، خد حط هي هنيك. شوفي تيجو ليش خايفة هيك؟ فاتح لسه لهلأ ما خلص الشغل وكمان الورد انتزع. تيجو اهدي. انا عن جد خايفة، بمري ما خططت لهيك حفلة كبيرة. تيجو روقي، نحن كلياتنا رح نساعدك، انا دائما معك. حتى نحن كلياتنا رح نساعدك. ونحن اجينا عشان نساعدك كمان. كلنا رح نساعدك. ونحن كمان معكم. شفتي؟ بنتي لا تخافي، العيلة كلياتها معي، بس قولي لنا شو فينا نساعدك. وبتعرفوا مستثمرين كبار جايين على هي الحفلة. والله. وفي شغلة كمان، بتعرفوا شو أسلوب الحفلة؟ شو هو اسلوب بوليود؟ الكل رح يلبس كانه ملك او ملكه، اوكي؟ جهزوا للحفله كتير منيح، لانه حفله الاكاديميه تبعكم رح تتحول لخطبه فاتح وياسمين، وبكره منشوف. انت فيكي تحلمي مثل ما بدك وتساوي اللي انت بدك اياه،
بس الخطبة ما رح تصير هلا، وإذا صارت هاي الخطبة تأكدوا ما حدا رح يحضر. ياسمين؟ ياسمين شو في؟ ليش عم تبكي؟ شو لازم أعمل أكثر من هيك؟ الكل هون عم يتجاهلني وكأني أنا مو موجودة. الكل هون عم يشتغل ويساعد مشان هاي الحفلة، إلا أنا ما حدا بده ياني إني أقرب على أي شيء أبداً. ياسمين الموضوع ماله هيك؟ أنت دائماً بتقول هيك فاتح، حتى تيجو هون عم تخطط للحفلة وتشارك فيها، وأنا كمان بدي ساعدك وأشتغل. بترجاك فاتح. طيب ماشي، أنت شو بدك تعملي؟ بدي يكون المسؤولة عن الفقرة الترفيهية بالحفلة. ياسمين هي الحفلة كتير كبيرة، هي حدث مهم كتير ورح تجي عالم مشهورة، وانت تكوني مسؤولة عن هيك جزء رح يكون أكيد صعب شوي عليكي بوجود السيد مان بحياتنا. نحن والأكاديمية رح نتغير على أكيد للأحسن، وبابا رح يرجع احترامه مثل أول. لهيك شوفي أنا مالي حابة بتصير أي مشكلة. أنت يعني ما بتوثق فيني فاتح؟ ياسمين جربني هاي المرة فاتح، بعدك ما رح تندم. أنت جرب وثق فيني بس هاي المرة. بترجاك أعطيني هاي الفرصة، أنا رح صلح كل شيء، هاد وعد مني. بترجاك لو سمحت إذا بتريد، أنا بعدك إنه كل شيء رح يكون منيح صدقني. هاي الحفلة مو بس إلك مهمة، هاي الحفلة مهمة إلي أكثر منك، لأنه نحن رح ننخطب بعد هاي الحفلة. يا سو بعد شوي. ألو مين؟ كابوسك السيء. شوفي مين؟ هذا رفيقي فاتح، أنت روح وكمل شغلك هلا. يلا روح. ماشي، باي. إيه ألو جاس، ليش عم تدعي لي هلا؟ انت بالسجن صح؟ انا هون عم بتعفن بالسجن، وانت برا عم تخططي كيف بدك تتزوجي من حبيبك؟ حاجه تحكي حكي بلا طعمه جاس. يعني نسيتي شو عملتي معي؟ انت حطيتيني بالسجن وما عطيتيني المصاري اللي اتفقنا عليها، وهلا انا رح افضحك قدام حبيبك والعيله كلها، رح تعرف شو هي حقيقتك، حتى تعرفي مع مين غلطتي. عم تسمعي شو عم قلك؟ لهيك احسن لك تساوي مثل ما بدي. جاس جاس لا 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 لا، بترجاك لا تعمل هيك، خلص انا رح اعمل شو ما بدك بس بترجاك. كتير منيح، طلعيني من هون باسرع وقت. عن جد ما عم صدق شو لازم اعمل هلا. انا اشتغلت وخططت كتير لهاليوم مشان خطبتي انا وفاتح، ليش كل هاد عم يصير معي؟ اذا جاس فتحت امه وحكى شي ساعتها كل شي رح يخرب. لهيك لازم ساوي كل شي هو قال لي عليه وباسرع وقت. لا لا لا، ما لازم فاتح يعرف شي عن الموضوع، لازم اتصرف. ياسمين لو سمحتي لا تعملي شي هلا، بس انا لازم اعمل شي. تيجو كانت مركز الاهتمام الى فتره منيحه، لازم اخلص منها، صار دوري هلا. الي زمان ما شفتك مبسوطه هيك، بتمنى لو بتضلي دائما مبسوطه.
أنت منيحة؟ أكيد لو زوجك شافني رح يغار، مو هيك؟ بس نحن رح نتطلق. حلو كتير، زلمة محظوظ. أنا المحظوظ، أنت فكرتي عم بحكي عنه؟ واضح سيد أنجاد إنك حدا شاطر، تعرف تستغل الموقف. وأنا كمان بعرف منيح إنك مرة كتير ذكية سيدة فيرك. تيجو، فيك تقلي تيجو. أنجاد، فيك تقلي لي أنجاد. فاتح، مين هداك الغبي يلي عامل حاله بطل؟ شو هذا اللي عم تقولي يا سو؟ ما بصير تحكي عنه هيك؟ بيكون السيد أنجاد مان المستثمر الجديد، هو ما عم يحاول يكون البطل، هو البطل الليلة، هو رتب كل هالشي. طيب انسي كل شيء، العرض الترفيهي اللي انت كنتي مسؤوله عنه شو صار جاهز؟ ايه اسمعيني كثير منيح، ما بدي يصير اي مشكله اليوم يا سو. هالشي ما رح يصير فاتح، انا جهزت كل شيء. كثير منيح، بس في واحد من رفقاتي لابس مثل شنشا، شفتي حدا هيك؟ لا ابدا. طيب طيب نمشي؟ واو تيجو، انتي شاطرة كتير، كيف قدرتي تجيبي هذا الشاب لهون؟ منيح، هيك رح تنشغلي وما عاد تتدخلي بيني وبين فاتح. انتي ما فيك تضلي هادية، لازم تتدخلي بغيرك صح؟ اليوم رح تنفضحي قدام الكل ورح نخلص من هالشي ورح آخذ حقي منك. هن عيلتي. أحلى عيلة، واو عن جد كتير حلوين. مرحبا أنجاد، إذا استخدمت إيدي العالم مو بس رح تنجرح، رح تموت كمان. تحياتي مدام. تحياتي، شكرا. بس أنتي؟ لا يلا روحي هلأ وعيشي حياتك. أنتي أحلى شيء، روحي وعيشي حياتك، يلا روحي. انتو اتنين طالعين بتشبهوا ثاكور وجبار مع بعض. تعرف انه جبار وثاكور بيقربوا بعضهم؟ Thank you.
بنتي تيجو، بدي أحكي معك بشغلة. تفضلي. عن إذنك. شوفي بنتي، هذا الطوق لك، عجبك؟ كتير حلو. بس حماتي. ايه بنتي، كنت مخبيته لأعطيك إياه بهيك مناسبة. هذا اليوم مميز، أنا كنت ناطرة إنه يجي يوم مميز مثل هاد، لهيك البسي يلا. صراحة يعني كيف أنا فيني ألبس هذا الطوق؟ أعطيه لمرت أمريك أو فاتح، حتى لسيمران أو ماهي، أي حدا فيهم. أنا مالي حق ألبسه. ليش؟ ليش لا يا بنتي؟ أنت بتستحقي لهذا الطوق، لأنه اللي عملتيه لإلنا ولعائلتنا كتير كبير، حتى أولادنا ما قدروا يعملوا هذا الشيء. شوفي هاي الزينة وكل العالم اللي هون، كل هذا الشيء بفضلك. كل شيء عملتيه للأكاديمية ولفاتح كمان، هذا ولا شيء قدامه. بتمنى تقبليه واعتبريه هدية من عيلتك. البسيه يا بنتي. تيجو البسي بنتي. ما عم صدق تيجو عم تاخد كل شي، عم تحاول تدمر حياتي بأي طريقة. بس لا تنسي يا تيجو، هي آخر مرة بتقدري تسرقي شي مني، لازم تفهمي هالشي منيح. وعلى أي حال هي الحفلة الكبيرة كتير، رح تصير حفلتي بالنهاية. انتي لابسة مثل كارينا كابور، بس وقت تنفضحي ويعرف هذا حقيقتك رح تتعلمي درس ما رح تقدري تنسيه كل حياتك، رح تندمي. شايفة؟ قلتلك هالشي، كل شي منيح. كل الضيوف وصلوا تقريباً. خلينا نبلش لك. ايه بس بقيان ضيف واحد مميز، بس يوصل منبلش فوراً. مين هو؟ وأخيراً وصل الدون من أفلام بنجاب. الدون وصل اللي بيخلي الكل يضحك من قلبه. فاتح مبروك عليك المستثمر الجديد. بتمنى يكون خير عليك. اللي وينك لهلأ؟ تأخرت، المسرح ناطرك لحتى تطلع عليه، الكل متحمس ليشوفك. ايه فاتح، المسرح هنيك كتير حلو، العالم متحمسة عم تنطر ابنها يوصل لتنبسط. سيد جوجي، أنا تيجو. عارفة كتير منيح، وأنا جيت لهون الليلة كرمال أحضر الحفلة مع عائلة فيرك الغالية. أنت أكيد عملت الشي الصح، أنا من أكبر المعجبين لا فيك. أنت أكيد غلطانة. لا عن جد؟ لا، بهاي الليلة أنا المعجب فيكي، معجب بالشغل تبعي. شكراً كتير إلك. بس بتعرف شغلة؟ هاي الليلة كل الضيوف رح ينبسطوا بوجودك هون معنا، وبظن يصرخوا كمان. لهالدرجة أنا بخوف؟ شو عم تحكي أنت، معقول؟ معناتها خلينا نبلش ونخلي الكل يجي. يلا نبلش. يلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.